بالنسبة للقضية أنا ماشي في كذا اتجاه وإن شاء الله هنوصل لحاجة كويسة قريب جدا. يا سلام، شايفة يا حنين؟ أول ما قلت له أخبارك إيه دخل في الشغل على طول، وده يدل على إنه بني آدم عايز ينجح من غير ما يضيع وقته في سلامات ومهاترات وعلاقات ملهاش لازمة. أكيد يا ريس، أمال أنا رشحته لحضرتك ليه؟ عشان هو شاطر. عشان هو شاطر، يعني عشان هو شاطر بيشتغل معايا، لكن لو أنت رشحتيه وهو مش شاطر ما كانش هيشتغل. يعني أنت همزة وصل بس يا حنين. كمل يا علي. بالنسبة لخديجة ما قالتش أي حاجة جديدة عن اللي قالتها في التحقيقات الموجودة في ملف القضية. أنا كنت عايز أخد رأيك في حاجة. اتفضل. أنا كنت عايز أقابلها. تفتكر المقابلة دي هتكون مفيدة ولا هتكون مضيعة للوقت ومش هستفيد منها حاجة؟ لو سيادتك موجود فيها أكيد مفيدة. هو حضرتك ما قابلتهاش قبل كده؟ قابلتها أثناء التحقيقات بس كانت مرتبكة ومتوترة، ما قالتش أي حاجة معتبرة يعتد بها. شكلك مش عايزني اقابلها يا علي. بالعكس يا ريس، انا شايف ان ده الوقت المناسب لده، لانها ممكن تقول حاجات لسيادتك مش هتقولها لنا احنا. وبالفعل انا كلمتها قبل ما ادخل ونسقت ميعاد معاها كمان. تمام، عايز ده يحصل باسرع ما يكون. حصل.